السلام عليكم متابعين قناتي الاعزاء، اتمنى تكونوا بخير. وصفتنا النهارده سهله سريعه اقتصاديه لذيذه جميله جدا، جربيها وباذن الله هتعجبك. هنعمل مع بعض خبز سريع اقتصادي في الطاسه، هتعمليه مره واحده وكمان هتفرديه كله مره واحده وهتسويه مره واحده. قبل ما نشوف مقدمنا يا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الوصفات. ولو بتشوفوا قناتي لاول مره اعملوا جوله سريعه على محتوى القناه، باذن الله هتعجبكم. بنقدم عليها مجموعه جديده من الوصفات والحلويات، وكمان بنقدم عليها اهم الاخبار المتداوله على السوشيال ميديا. فاتمنى لو بتشوفوا القناه لاول مره اعملوا عليها جوله سريعه، باذن الله هتعجبكم. زي ما احنا شايفين الخبز بتاعنا هنعمله مره واحده. يلا بينا نسلم الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف مقادير وصفتنا عملناها ازاي. مقاديرنا بسيطه جدا. في البدايه هجيب نص كيلو من الدقيق، هحط عليها شويه من الملح حوالي نص معلقه. بعد كده هحط مقدار 4 معالق كبار من الزيت او 3 كوبايه من الزيت. هقلب المقادير دي كلها كويس بالشكل اللي هنشوفه. عجينة ده ممكن تعجنيه بالمية او ممكن تعجنيه باللبن. طبعا هنا لو انت عايزة تزودي القيمة الغذائية بتاعته اعجنيه باللبن، ولكن هنا انا عملته اقتصادي جدا وعجنته بالمية. بعد ما قلبت المقدار كله مع بعضه وضفت المية بالتدريج، وهبتدي ألم العجين وعجنه كويس. حطيت المية بالتدريج وهبتدي ألم العجين بتاعنا كويس بالشكل اللي هنشوفه. لميت العجين بالخطوات ده، وهبتدي زي ما احنا شايفين هبتدي اعجنه كويس. وبعد كده عجيننا هسيبه لمده ربع ساعه يفتح شويه. ادي عجيننا كده خلصناه، هنسيبه طبعا ربع ساعه يفتح شويه. ودلوقتي بعد ربع ساعه هنبتدي نشكله. احاول على قد ما اقدر ان هنا الخبز التورتيلا بتاعنا او الرقاق بتاعنا يكون قد بعضه. زي ما احنا شايفين قطعته بالشكل ده. بعد كده هبتدي اقفل العجين بنفس الخطوات. همسك كل الكمية الموجودة معايا وهقفلها بنفس الخطوات. الكمية الموجودة معانا ديت هتعمل لنا كمية كويسة. وانتي بتشكلي عجينك لو لقيتي قطعة كبيرة شوية ابتدي اقطعي منها حتة عشان كله يبقى قد بعضه. زي ما احنا شايفين ابتديت هنا اظبطه بالشكل ده. هكمل كل الكمية وبعد كده هنشوف طريقة الفرد. ادي هنا الكمية الموجودة معانا عملت لنا ادي زي ما احنا شايفين حوالي 15 واحدة من خبز التورتيلا بتاعنا. دلوقتي انا محضرة اول ما بدأت العجين بتاعنا طلعت قطعة من الزبدة وسبتها تبقى لينة شوية في المطبخ. وحطيت هنا شويه من الدقيق وهبتدي اقفت هنا العجين بتاعنا بسمك متوسط. ممكن تعمليه كله مره واحده، ولكن لو الافضل لو انت مش متمكنه ممكن تعمليه على مرتين. انا في البدايه هعمل كده دلوقتي معاكم حوالي 6 أو 7 مع بعض، وباقي الكميه هعملها كلها مره واحده. وهنشوف دلوقتي كل الخطوات. زي ما احنا شايفين دلوقتي مع بعض هنا هنسويه تسويه واحده، بالاضافه كمان ان هنفرده فرد واحد. حطيت هنا شويه من الدقيق وهبتدي اقفت الكميه الموجوده معايا بسمك متوسط. هعمل معاكم كذا واحدة وهنشوف طريقة التشكيل مع بعض وهنشوف دلوقتي هنسويه ازاي. حطيت شوية من الدقيق زي ما احنا شايفين، هنا هنعمل حوالي 5 أو 6 بنفس الخطوات، فردته بالشكل ده. وطبعا على قد ما اقدر احاول هنا العجين بتاعنا يكون نفس هنا نفس المقاس مع بعض. زي ما احنا شايفين عملت هنا حوالي 6 أو 7. وقطعة الزبدة بتاعتنا قطعة لينة مطلعينها من التلاجة، ممكن تستبدلي الزبدة بالزيت او ممكن تستبدليه بالسمنة، ولكن الافضل الزبدة او السمن، طبعا بيبقى طعمها احلى في الوصفة. ودلوقتي ما بين كل واحدة والتانية باستخدام الفرشة هبتدي هنا أدهن بالفرشة. طبعا هنا على قد ما تقدري، حاولي تدهني الجوانب كويس، وبالإضافة كمان حاولي تكتري الزبدة شوية ما بين هنا الطبقات وبعضها عشان عجينك ما يلزقش معاكي وتعرفي تفصليه. زي ما احنا شايفين حطيت كمية من الزبدة وهبتدي أظبط العجين فوق بعضه، وهعمل الخطوة ديت مع كل الطبقات الموجودة معانا. هحط شوية من الزبدة وأحاول على قد ما أقدر أحط على الجوانب عشان بعد كده أعرف أفصله. زي ما احنا شايفين هبتدي هنا ادهن بالزبده كويس بنفس الخطوات. هكمل كل الكميه بنفس الخطوات كده. زي ما احنا شايفين انا عملت مثلا حوالي 5، يبقى لي حوالي 2 أو 1. هبتدي هنا اعملها بنفس الخطوات بطريقه بسيطه. زي ما احنا شايفين عملتها بالشكل ده. دلوقتي هبتدي اسويها من الجنبين ومن تحت من فوق، وبواسطه النشابة هبتدي افردها. لو انت عايزاها تخينه شويه ما تفتحهاش جامد. هنشوف دلوقتي طريقه الفرد. لو طبعا هنا انا فردها كويس، ولكن هنا لو انت حباها سميكه شويه ما تفتحهاش جامد بالشكل اللي هنشوفه. زي ما احنا شايفين كل الطبقات فوق بعضها. هبتدي هنا اسويها من الجنبين وهبتدي افردها كويس، وهضغط عليها بالنشابه على قد الحاجه اللي هسويها فيها. هاجي على اخر طبقه وهبتدي اظبطها وهبتدي افرد هنا بالشكل ده لحد ما تبقى الطبقات كلها مفروده زي ما انا عايزه. زي ما احنا شايفين هبتدي افردها بنفس الخطوات.
وهجيب دلوقتي الطاسه اللي هبتدي اسويها فيها وهبتدي اقيسها واقص على قدها. ده طبعا لو انت حابه تقصيها وتخليهم كلهم قد بعض. لو انت حابه تسويها كده بنفس الخطوات حطيها في حاجه على قدهم في صينيه واسعه ولا حاجه وسويها من غير ما تقطعيها. زي ما احنا شايفين فردتها بالشكل ده. طبعا هنا اللي وصفتنا هنا بتبقى مش سميكه خالص، لو انت حباها سميكه شويه ما تفيديش جامد. هنجيب الطاسه اللي هسويها فيها وابتديت هنا اقطع العجين بتاعنا على قد الطاسه. طبعا البواقي العجين ديت هلمها مره تانية وحفتها مره تانية، لان هنا بواقي العجين بتاعتنا التانية ديت زي ما احنا شايفين هيبقى فيها كميه كويسه من الزبده وهتبقى مرقه وجميله معانا. ادي هنا اول جزء من الخبز التورتيلا اللي عملناه مع بعض، عملناه بطريقه سهله. كل الكميه اللي باقيه معايا، وطبعا هنا الكميه الثانيه ديت كميه اكتر من الكميه الاولانيه، بنفس الخطوات هعملها زي ما عملت اول كميه، حوالي 9 او 10 هعملهم مره واحده. جبت هنا شويه من الزبده زي ما احنا شايفين وابتديت اكتر الزبده شويه احطها على الجوانب، وبعد كده هحط هنا احط اخر واحده بنفس الخطوات. زي ما احنا شايفين احترقتهم كلهم بنفس الخطوات كده، وهبتدي اسويهم من تحت ومن فوق، هاجي على اخر طبقه وهسويها بالشكل ده عشان هنا لما فرتهم يكونوا كلهم نفس طبعا نفس المقاس. يفضل هنا في وصفتنا، هقول لكم كمان، يفضل هنا في وصفتنا ان انت تقصيها كلها عشان كلهم يبقوا خط واحد، لان بعد كده لو انت ما قصيتهمش مش هتعرفي تفرديهم كويس. يفضل لما تيجي بعد كده تعمليهم، لما تيجي تعمليهم قصيهم على قد الحاجه عشان يبقى الحروف كلها متساويه وتعرفي تفصليهم من بعض. زي ما احنا شايفين كده ابتديت ابص الجوانب اللي باقيه معايا بالشكل ده، وباقي العجين حلمه وحفيده مره تانيه. نيجي دلوقتي لمرحله التسويه، وسهله جدا بالخطوات اللي هنشوفها. جبت الطاسه اللي هسويها فيها، وطبعا النار بتاعتنا نار متوسطه. حطيت قطع من الزبده من تحت، ودول اول جزء الخمسه او سته اللي انا عملتهم، دول على بعض كده الخمسه او سته اللي انا عملتهم، هبتدي اسويهم بخطوات سهله. جذوبك بس ياخد صدمه من الجنبين، وهبتدي هنا نطلعهم وهنشوف بقى طبقاتنا مورقه ازاي. بالشكل ده زي ما احنا شايفين حطيت هنا قطعه من الزبده، والنار بتاعتنا زي ما بقول لكم نار متوسطه. زي ما احنا شايفين يا دوبك بس فقفع معانا بالشكل ده، واول طبقه خلاص كده استوت بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. هبتدي افصل اول طبقه، ولو انت عايزه تسويها من الجنب التاني بتديها لون اقلبيها على الجنب التاني واديها لون. نتابع مع بعض خطوات التسويه، سهله جدا بالشكل ده. وزي ما احنا شايفين الطبقات مورقه وملزقش معانا لان حاطين كميه كويسه من الزبده. وجيت على الطبقه الثانيه زي ما احنا شايفين لونها جميل، وما بين كل شويه طبعا وطبقات وبعضها ببتدي ادهن بالزبده. ادي لونه جميل جدا بالشكل ده. زي ما احنا شايفين هكمل كل الكميه بنفس الخطوات، هقلب هنا الخبز بتاعنا، وده بعد كده لما اجي اقلبه على الجنب الثاني يبقى كده احمر من الجنبين من تحت ومن فوق. لو لقيتي الزبده بتاعتك قليله في الطاسه ابتدي تهيني بالفرشه بس شويه زبده صغيرين. وبالطريقه ديت هنسوي كل الكميه الموجوده معانا، وزي ما احنا شايفين بيتفصل معانا بكل سهوله. عشان كده بقول لكم الافضل ان انت تقصي الحروف بتاعتك على قد الطاسه اللي بتعمليها او على قد الحاجه اللي هتسويه فيها. الطريقه ديت هتسهل معاكي كتير. هنبتدي بقى نسوي كل الكميه الموجوده معانا، وبعد كده هنشوف بقى وصفتنا هنكملها ازاي. زي ما احنا شايفين مع بعض الطبقات ورقت وسويتهم كويس بنفس الخطوات. هبتدي هنا اطلعهم طبقه طبقه بنفس الشكل ده. طبعا هنا وصفتنا عايزه بقى تحشيها شاورما، تحشيها فراخ، تحشيها جبنه، تحشيها اي حشوات عندك. زي ما احنا شايفين الطبقات ايدينا باينه من الجنب التاني، جميل جدا ومش سميك، وكمان هنا سويناه بطريقه بسيطه بالشكل ده. بعد الوصفه دي باذن الله تعالى مش هتشتري خبز التورتيلا تاني. طبعا هنا انا فصلت كل الطبقات من بعضها وطلعتهم كلهم، وهنشوفهم بعد كده في طبق التقديم. هنيجي دلوقتي نسوي الشويه التانيين اللي احنا عملناهم التسعه او العشر بنفس الخطوات بطريقه بسيطه جدا. حطيت شويه من الزبده، وزي ما احنا شايفين سمكهم تخان شويه عن شويه اللي عملناها مع بعض من شويه. هنبتدي بنفس الخطوات، هنبتدي من الجنبين، هنبتدي نديهم صدمه ونحمرهم بنفس الخطوات اللي عملنا بيهم اول جزء. طبعا هنا انا صفحت الفيديو معاكم وفصلت شويه وطلعتهم بنفس الخطوات بعد ما سويتهم. هبتدي بطريقه بسيطه بالشكل ده، هنفصلهم ونسويهم وهنسوي كل الكميه، وهنشوف دلوقتي وصفتنا في طبق التقديم. من احلى واسهل الوصفات، ممكن تطلعيها بالشكل ده وبعد كده بقى تحشيها تورتيلا، تحشيها شاورما، تحشيها اي حشوات، وتقفليها وتديها صدمه على البوتاجاز، هتبقى جميله جدا. وادي عملنا كميه كويسه جدا من نص كيلو إيه. زي ما احنا شايفين كمية كويسة جدا ومستوي وجميل جدا بالشكل ده. ادي وصفتنا، اتمنى طبعا هنطبقها دلوقتي وهنشوف هنا ده وصفتنا ايدينا باينة فيها من الجنب التاني مش سميكة وخالص وجميلة. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم بالشكل ده. زي ما احنا شايفين سوينا كمية كويسة في وقت قياسي بالشكل ده، وهنيجي دلوقتي نطبقها. طبعا كل الكميه الموجوده معانا طريه وجميله، تنفع لسندوتشات المدرسه وتنفع معاكي للفطار. اتمنى وصفتي النهارده تكون عجبتكم، واتمنى ما تنسوش دعمكم لينا باللايك والاشتراك في القناه، وما تنسوش كمان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الشير.
الشيء مع الأصدقاء. ولو بتشوفوا قناتي الأول ما بقى اعملوا جولة سريعة على محتوى القناة، عليها مجموعة جميلة جدا من الوصفات والحلويات الجديدة اللي بإذن الله هتعجبكم. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.